بسم الله الرحمن الرحيم. بما اني واحد عاشق للدكتور ممدوح نصر الله وبحب جدا كل السلسله اللي بيعملها بتاعت ما قبل المعركه، بحب ان انا اتكلم في مباراه ارسنال ومانشستر سيتي. ليه ارسنال ومانشستر سيتي؟ عشان الموضوع يبقى 6 ونص ومباراه الاهلي هيكون بعدها الساعه 9، فمش هيكون في فواصل كتير قوي تقدر تتكلم على ان الموضوع التفاصيل كانت عامله ازاي وجوه الملعب الدنيا كانت بالنسبه للعيبه عامله ازاي. فاحنا هنتكلم قبل المباراه بيومين. انا عارف ان كذا من المنجمون لو صدقوا، بس انا هحاول ابسط لك الامور واحاول ابسط لك الطريقه اللي ممكن يلعب بيها مايكل ارتيتا، الا لو ارتيتا فكر ان انا هغير طريقه اللعب بتاعتي اللي بيلعب بيها من وقت اصابه بنتلونو لما اضطر ان هو يلعب ايميليانو مارتينيز. الراجل بيلعب بال 3 4 3 او في الحاله الدفاعيه تقدر تقول عليها ان هي 5 4 1 عشان خاطر يكون اقرب، لان هو انا قافل خطوطي ما عنديش اي مشكله خالص ان الفرقه اللي قدامي يكون معاها كرة وعامل استحواذ عليا، بس انا في الحاله الدفاعيه مضطر ان انا احط ديفيد لويس. ودي بقى المعضله اللي موجوده في الملعب، ان انا لما احط ديفيد لويس معناها ان انا كل كره تتلعب له من اليمين، من اليمين المساك اللي جنبه روب هولدنج او المساك اللي جنبه ممكن يلعب شكور ده مصطفي، ومع اصابه كيرن تيرني ممكن كمان تلاقي ان جبريل موجود، سواء جبريل او مصطفي او هولدنج، الاثنين هيعملوا حاجه بسيطه، هيلعبوا الكوره لديفيد لويس عشان خاطر مفترض ان هو اللي عنده الخبرات اللي هيطلع من تحت. فديفيد لويس ما بيفكرش ان هو هنبدا من تحت كتير عشان الموضوع ده بالنسبه له بقى بيحرق الدم. بالنسبه لمشجعين اصلا الراجل بيحاول يلعب لقدام، بيلاقي ان في ضغط على اللعيبه بتاعت نص الملعب سواء تشاكا او النني او تشاكا وسيبايوس، فالكره بتتخطف منهم، فالراجل بيحب يطول. ويلا يا جماعه احنا عندنا اثنين اطراف بيجروا، ناحيه الشمال بيكون رامي اوباميانج ناحيه الشمال، ومفترض في مباراه زي دي الموضوع يكون شغال جدا، لان اوباميانج بيلعب على النقطه العاميه بتاعت مانشستر سيتي وهي الاسطوره الحيه كايل ووكر. وانا اكتر لاعب بكرهه في مانشستر سيتي هو كايل ووكر على فكره، جنب بنجامين ميندي. يعني بسم الله ما شاء الله عندنا اثنين اطراف يغرقوا اتلح فرقه في الكوكب. فانا شايف ان الراجل بصراحه مضطر ان هو يبدا بال 3 4 3 عشان خاطر لما بيلعب باثنين باكات زي دول سهل جدا جدا انك تديهم في ظهرهم عادي، وبالذات كايل ووكر. كايل ووكر لما يلعب عليه اوبا يجي من بره ويحط واحده، طبعا كالعاده بما انه بيلعب السكه هتلاقي الكوره راحت في السوكه، وعادي ممكن تلاقي ان الاهداف بتيجي بالطريقه دي، دي حاجه طبيعيه ومنطقيه عادي جدا. وممكن تلاقي هناك ويليان مستني مندي يعمل له اي حاجه من الابداع اللي مندي بيعمله في الحاله الدفاعيه، وتلاقي ان الفرقه لبست في الحيط. حتى لو في اثنين قلوب دفاع اقوياء مثلا زي رابورت وزي روبن دياز، مش هيقدروا يعملوا اي حاجه مع اثنين باكات يغرقوا اتلح فرقه في العالم. فهي دي المشكله بالنسبه لمانشستر سيتي، اثنين باكات سيئين ولياقه بدنيه ضايعه بالنسبه للفرقه، و4 3 3 بيب جوارديولا بقى مضطر ان هو يلعبها. بيب جوارديولا بعد استخدام خوان ماليه، بيب جوارديولا كان عنده قرار ان انا هلعب بال 4 2 3 1. انا مش عايز العب 4 3 3 خصوصا يعني بعد رحيل ديفيد سيلفا، الفريق ما قدرش يعوض بلعيب في مكان ديفيد سيلفا بحجم ديفيد سيلفا، فالراجل قرر ان انا هغير الخطه ومش هلعب بال 4 3 3، هلعب بال 4 2 3 1. يوم ايكاي جندوجان اللي ما بيتصابش بقاله سنين وايام، اول ما نحتاجه يجي له فيروس كورونا، ونبدا الموسم مجبرين ان احنا نلعب 4 3 3 4 3 3 باثنين لعيبه ما بيعرفوش يهاجموا زي رودري وزي فرناندينيو. فلقيت نفسك ان انت مضطر تعتمد على كيفن دي بروين في نص الملعب بس، علشان خاطر كيفن هو الوحيد اللي بيقدر يعمل تمريره حاسمه للثلاثي الهجومي، والثلاثي الهجومي دول فيه مشكله كبيره جدا. كابتن رحيم ستيرلينج عنده مشكله كبيره جدا، ممكن يضيع لك فرصه والكره اللي بعدها تيجي جايه جون، بتحصل عادي وحصلت مباراه ليون، الجون كان فاضي ورحيم ممكن يتعادل، لا الكره رحيم طلعها بره ولبسنا الثالث بعدها. فرحيم ستيرلينج عنده مشكله ان هو لما بيكون جاهز ممكن يعمل لك اهداف من كرات صعبه جدا، وممكن برضه في نفس المباراه يضيع لك كور سهله جدا. فرحيم متعب جدا نفسيا والفرجه عليه متعبه. وبعد انضمام فيرن توريس الموهبه الشابه الاسبانيه، الراجل منتظر منه ان هو يعمل شغل كويس، سواء هيلعب ناحيه اليمين او هيلعب ناحيه الشمال، خصوصا يعني ان بيب جوارديولا ما تعرفش مره واحده ايه اللي حصل مع برناردو سيلفا، مره واحده بقى برناردو بره دايما وبرناردو ما بقاش موجود، حتى لما برناردو بيكون موجود بيكون عنده مشاكل كتيره قوي. فكره ان انت تلعب ابراهيم تسعه دي ما اعتقدش في وجود اجويرو. هو ممكن يقرر ان انا هعمل زي مباراه ليدز يونايتد والعب بال 4 1 بال 4 1 4 1 وهخلي رياض وهخلي فيلون توريس وهخلي كيفن دي بروينا وهخلي كمان معاهم يزيد معاهم من تحت رودري او فرناندينيو يزيدوا علشان خاطر يخدموا على رحيم ستيرلينج لما بيزيد، او رياض لما بيلعب مركز 9. دي كانت فكره فاشله ملهاش اي 60 طلب اتعملت في مباراه ليدز، بس مع المشكله بقى مع الفكره الفاشله دي الفرقه عملت نص ساعه كويس، ودي المشكله الاكبر في مانشستر سيتي. المشكله مش في الطريقه ولا 4 3 3 ولا 4 2 3 1 اطلاقا، الفكره كلها فكره العامل البدني عند اللعيبه. يعني مانشستر سيتي ممكن يديك نص ساعه عالمي جدا وتحس تيكي تاكا، روح بيب جوارديولا بتاعت برشلونه رجعت، روح بيب بتاع بايرن ميونخ رجعت والفرقه كويسه تمام اول نص ساعه،
بعد كده الشوط الثاني يبدا تحس ان الفرقه اتغيرت، اللعيبه اللي موجوده جوه الملعب مش قادره تمشي، اللعيبه اللي موجوده جوه الملعب قررت ان احنا هنرجع ندافع، والمشكله ما بترجع تدافع تكتشف ان انت عندك باكات فضايح، تكتشف ان انت عندك حارس مرمى بيغلط غلطات غريبه جدا، تكتشف ان انت بقى عندك مشكله في البنى من تحت، اللي هو يا جماعه ايه اللي حصل وايه اللي اتغير؟ مفيش بدني خالص. نفس اللي كان بيحصل مع ماوريسيو بليسيا في مارسيليا، برضو الفرقه كانت عاطيه دور اول ممتاز، والدور الثاني اللعيبه بدنيا اتقتلوا تماما. فالمشكله بقى مع بيب جوارديولا، الفرقه بتديك عنصر بدني نص ساعه كويسه جدا، وبعد كده الفرقه بتقع تمام ما تشوفش قدامها. بس حتى لو وقعت قدام ارسنال فارسنال هيواجه مشاكل معاك في الشكل الهجومي، لان ارسنال هو معاه الكوره فريق طبيعي جدا وفريق صعب ان هو يخلق عليه خطوره. فدي برضو ممكن تساعدك مباراه ارسنال، بس ممكن ما تساعدكش قوي لو الفرقه عملت شوط اول خرافي والشوط الثاني كان زي الزفت. دي بقى هتكون معضله، وهندي فرصه بقى للناس بتوع محرز بيتظلم علشان خاطر عنصريه بيب. لا بيب مدرب اللي صنعه ميسي وتشافي ونيستا، لا بيب جوارديولا خلاص مدرب اتحفظ، لا مايكل ارتيتا المستقبل، لا اي مدرب بيلعب ضد بيب جوارديولا بيبقى كويس علشان خاطر بيب هو اللي بيعمل حاجات غريبه. يعني المشكله كلها مشكله بدنيه، ودي اتكلمت فيها في ماتش ولفرهامبتون. يا جماعه ما ينفعش ان احنا نحاول نعمل حاجات ما نقدرش نعملها، ما ينفعش ان احنا نلعب براسك عالي وريتم سريع جدا في مقابل ان احنا لاعبتنا بدنيا ما عندهاش اي حاجه، وما ينفعش ان انت تلعب 4 3 3 وننتظر من فرناندينيو او رودري ان هم يعملوا دور هجومي. فدي بتكون بتقلل عليك العناصر، فبتضطر ان انت تشوف رايحين هيعمل ايه ناحيه الشمال، ولا تشوف رايح هيعمل ايه ناحيه اليمين هو او فيران توريس، ولا تشوف الفيرود اللي موجود هيكون جابريال مصاب، فهيكون كون اجويرو. ولو انت ما بداتش باجويرو فانت مضطر تبدا بالولد الشاب اللي انت حاطط له، والموضوع مش محتاج ان انت تدي شباب، لان الفرقه مش ماشيه بخطه ثابته في الدوري. يعني الحاجه الوحيده اللي يمكن اكون بتمناها كمشجع مانشستراوي ان ربنا يكرمنا ونلاقي ان مندي حصلت اي حاجه ومندي ما بيلعبش، علشان خاطر نلعب ناس الايقاعي ناحيه الشمال، وعلى الاقل ثلاثه في قلوب ثلاثه في الخط الخلفي اللي فيه اربعه ممكن يسندوا العنصر الرابع اللي ضايع تماما زي كايل ووكر. بس كايل ووكر والله العظيم قادر ان هو يضيع كل الفرقه بكره واحده بس. راجل برنس يعني سبحان الله، يعني حتى في ماتش انجلترا والدنمارك الكره الوحيده اللي عمل اشتراك فيها مع لعيب بتاع الدنمارك اتحسبت عليه ضربه جزاء، علشان تحس ان هو لاعب بيمتلك كميه فقر غير طبيعيه وبيمتلك حاجات غريبه جدا. ما تفهمش ده لاعب دولي ازاي في منتخب انجلترا، وما تفهمش ده باك موجود اساسي ازاي على جواو كانسيلو. يعني حتى لو جواو كانسيلو عنده مشاكل دفاعيه، فكايل ووكر عنده مشاكل دفاعيه وهجوميه، فما اعرفش انا كايل ووكر بيلعب ليه. صحته حلوه والصحه كفره، بس ما عندوش دماغ. فربنا يستر بصراحه. يعني هم كانوا بيقولوا عندهم دافيد لويز، ودافيد لويز عنده مشاكل، بس توماس بارتي ارسنال محتاجه. لو دورت في الملعب مين ممكن يلعب ما انتم مان على كيفن دي بروين، هتلاقي ان توماس بارتي، لا نني ولا تشاكا ولا حتى تاني سوارس عندهم مقدره ان احنا نلعب مان تو مان على لعيب زي كيفن دي بروين. ولو لعبت توماس بارتي مان تو مان على كيفن دي بروين اسهل تماما الموضوع بالنسبه لارسنال. فمايكل ارتيتا اعتقد ان هو نفسه النهارده قبل بكره يكون في جاهزيه لتوماس بارتي علشان خاطر يلعب بيه. بس الفكره كلها في ارسنال، فكره عدم الموضوعيه والتسرع في الحكم على تجربه مايكل ارتيتا. ارتيتا محتاج وقت ومحتاج صفقات ومحتاج كرونكي ربنا يكرمه ويفصل. بعتقد باللعيبه الحاليه الموضوع بالنسبه لارتيتا صعب جدا ان هو يتكلم في مركز رابع، صعب ان هو يتكلم في دوري ابطال اوروبا. الفرقه تديك ماتش حلو تديك ماتشات سيئه علشان خاطر العناصر المتاحه هي دي. ما دورت على مين بديل يا جماعه للاكاسيت اللي بيقدم موسم سيء لحد دلوقتي؟ لا مفيش بديل للاكاسيت. احنا بنحاول نعمل بياكو ساكا كبديل للاكاسيت، اللي هو لا بياكو ساكا بيلعب طرف وتالي. كانوا بيحاولوا ان هم يعملوا ولد شاب كانوا جايبينه من الدرجه الثانيه، بصراحه الواحد نسي اسمه دلوقتي. فهم كانوا بيحاولوا ان هم يخلوا الراجل ده يلعب مهاجم، وكمان فكره ميتلاند نايلز ان انت تحط ميتلاند نايلز ناحيه الشمال عشان خاطر بيلعب رجليه اليمين، ونايلز بسم الله ما شاء الله عرضته زي الزفت، تقدماته الهجوميه سيئه. في مشاكل في ارسنال زيهم زينا، بس الفكره بالنسبه لنا ان التارجت بالنسبه لمانشستر سيتي في السماء، والتارجت بالنسبه لارسنال اللي هو لو عملت اي حاجه يابا في انجازات تحسب لك. فانا اتمنى ان الناس بتوع بيب جوارديولا صالح، وبيب جوارديولا عنصري، وبيب جوارديولا عنده مشاكل، والناس اللي دلوقتي بتدور على الكلام اللي كان بيقوله سامويل ايتو على بيب جوارديولا مش وقته خالص. يعني احنا مش هنقعد نستنى الفرقه تقع عشان خاطر نثبت ان احنا يا جماعه بيب عنصري ضد رياض. يا جماعه رياض عنده مشكله، رياض لما الموسم اللي فات كان هو الوحيد اللي منور وسط فرقه مظلمه مع غياب كيفن دي بروين
كان الفرقه ما بتساعدش رياض، وكانت الفرقه بتقدم اداء سيء جدا، والفرقه كان بيضيع منها نقط بالهبل. انما لما رياض فكر ان انا هحاول العب مع فرقه مفترض ان احنا بدلنا مدافعين، ومفترض ان احنا بنعمل صفقات، ومفترض ان احنا بنجيب فيهم تورس عشان خاطر ينافس ما بينه وما بينك وما بينه وبين رحيم ستيرلينج، فجاه مره واحده لقينا ان رياض جاله فيروس كورونا، وفجاه لقينا مره واحده رياض بقى مهتم بحاجات بره الملعب اكتر من جوه الملعب، وفجاه مره واحده لقينا ان رياض محرز بقى علامة تجارية للصحافة أكتر ما هو علامة تجارية للملعب، فحاجات كتير قوي اتغيرت في نمط رياض محرز. أتمنى إن رياض محرز يرجع يقدم أداء جوه الملعب، وأتمنى إن رياض محرز كمان هو اللي يشيل الموسم مع كيفن دي بروين في نص الملعب وكأطراف، لأن أنا مش مستني رحيم يشيل الموسم، ولا مستني أجويرو يشيل الموسم عشان خاطر أجويرو من دلوقتي بيدوروا له على بيعه. أتمنى إن ربنا يكرم ونشوف ماتش كويس، سواء ما بين أرسنال يكسب أو مانشستر سيتي. أرسنال لو كسب ما عندناش أي مشكلة خالص، هنلاقي مانشستر سيتي بينافس في النهاية، عشان خاطر أنا ما أعتقدش إن الدور الثاني ممكن الفرقة توصل مع بيب بالنقص البدني ده، لأن الموضوع هيكون صعب تماما مع مدرب كبير زي بيب جوارديولا، الفرقة تكون بتعاني من نقص بدني لحد الدور الثاني. هي الفرقة كانت بتعاني من نقص بدني من الموسم اللي قبل اللي فات، بس ربنا يستر وما يكملش معانا، علشان خاطر لو كمل معانا وقتها هتكون مصيبة كبيرة جدا، ووقتها هنقعد بقى نتكلم مع بيب جوارديولا من البداية خالص ومن الصفقات ومن كل اللي انت عملته، فمش محتاجين ان احنا نتكلم في كل ده، ومحتاجين ان احنا ربنا يكرمنا ونخلص الموسم على خير، ونخلص مباراة ارسنال على خير، والحمد لله خلصنا الفيديو على خير. مش هتخسر حاجة لو عملت لايك، ولا هتخسر حاجة لو عملت سبسكرايب. انا عيت الفيديو ليه؟ علشان خاطر الموضوع بسيط، لقيت ان انا بعد ما ربنا كرمني وعملت مونتاج للفيديو وخلصت كل حاجة، بعد ما اترفع ما لقيتش صوت، والله ما عارف حصلت ازاي، بس على قدر الله ما شاء فعل. مش هخسر حاجة لو عملت لايك.